يعني خلينا نرجع بقى مره تانية للدوري، وعايزين نعرف رؤيه وتقييم حضرتك لمشوار الاهلي حتى هذه اللحظه في المسابقه المحليه والدوري، اخذا في الاعتبار كمان ان فتره التوقف الدوليه عشان ماتش السنغال، هل دي ممكن يبقى لها انعكاسات طيبه ولا لا؟ يعني يمكن الفتره دي احنا اعتقد طبعا احنا في الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي قصه المباريات الحقيقه وتواليها ورا بعض الحقيقه فيها مشكله، ويمكن هتتحل ان شاء الله. لكن في خلال فتره الحقيقه التوقف بتاع مباراتين السنغال الحقيقه احنا قادرين بقى ان احنا نرجع تاني، لان احنا عملنا السبع مباريات الاولانيين قبل ما يبقى في توقف. سبعه فوز باداء يعني اداء كان قوي طبعًا. جدا جدا طبعًا. جدا المباريات كمان كنا بنكسب بسكور، يعني في مباريات كتيره كنا بنكسب بسكور 4-3 فاحنا قادرين. يمكن كان في ماتش بس في وسطيهم، ماتش مباراه فيوتشر اللي هو المباراه الثامنه. لكن الحقيقه المستوى اللي احنا بنقدمه في البطوله المحليه غير خالص المستوى اللي احنا الحقيقه قدمناه في بطوله افريقيا في دوري الابطال. لا احنا يعني حتى يمكن اخر نتيجه الحقيقه مقدمينها في البطوله المحليه مباراه بيراميدز، احنا كسبانين بيراميدز بمنتهى السهوله. يعني كنا ممكن كمان السكور يروح لابعد من كده، ورغم مثلا ان هو مثلا بيجي يتكلم يقول لك مثلا انا عملت استحواذ، الاستحواذ السلبي ده ملوش اي علاقه خالص بانك انت تقيم فرقه. يعني فعلا كان بيراميدز في فترات كان هم مثلا الاكثر، لا اول ما الفرقه بتخسر يا فرحتي في الاخر بالاستحواذ بالظبط، وانا عملت بيه ده على مستوى بقى العالم كله طبعًا. انا النهارده النتيجه هي اللي بتقيم بقى ادائك، لكن النهارده هتقول لي انا استحوذ يا عم 70% والفرقه الثانيه تستحوذ 30% وتجيب جولين ثلاثه. هو المصطلح اللي استجد في الفتره الاخيره في عالم كره القدم وبقى بيتردد في بعض الاحيان حتى من باب التندر ساعات، يعني جمله ان في مباراه تغلب ولا تلعب او تكسب ولا تلعب، اللي هو بالبلدي مش مهم الاداء، المهم ان احنا طلعنا بالثلاث نقط او طلعنا بالمكسب. الفكر ده مش ده بينتقص من متعه مشاهده مباراه حلوه في كره القدم؟ انا النهارده لما اجي بتتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهوره ما بيرضاش انك تكسب بس، بالظبط كده، انت بيرضى ان انت تكسب ويستمتع وساعات بيتغاضى عن التعادل او الخساره حتى لو شاف اداء مرضي، يقول لك لا عملوا اللي عليه خلاص. صحيح. انا استمتعت طبعا، لكن ان انا النهارده يبقى في مكسب ومن غير اداء دي مش كوره ومش متعه الحقيقه. فانا بقول لك اهوت احنا فعلا الفتره السبع مباريات الاولين ادينا مباريات على مستوى عالي جدا جدا. الحاجات بقى اللي احنا بنتكلم فيها زي ما قلنا نجيب الهلال السعودي، مباراه الهلال السعودي ونعملها نموذج نشتغل عليه نضيف عليه. ما في ده احنا ممكن لو احنا كنا كملنا وده روحنا لتشيلسي بالاداء ده كنا ممكن نكسب تشيلسي والله، ممكن كان ممكن فعلا باداء يعني ولا اروع. صحيح. وهي بقى ده هو ده اللي المفروض موسيماني يكمل عليه. يعني انت بتعمل لما عملت الضغط وعملت تقارب خطوط بتلعب في نص ملعب، احنا مباراه امبارح الحقيقه احنا بنلعب في 80 متر 80 متر ده اي وتقول لي مثلا ان احنا مجهدين، طب ما هو احنا مجهدين وبتلعب في 80 متر طب اللعيبه هتكمل ازاي؟ طب انا في مباراه امبارح كانت لازم تتلعب في نص ملعب، يبقى انت ضاغط وبتلعب في نص ملعب خطوطك تبقى فيها تقارب، سهل جدا ان انت بعد ما بتفقد الكوره تجيبها تاني تضغط تجيبها تاني، لان المسافات والمساحات تبقى قليله جدا عكس ما بتشتغل في 80 متر. دي محتاجه ان انت بقى مش تبقى يعني فت 100%، محتاجه حاجه جامده جدا. فاحنا امبارح برضك يمكن طريقه لعب الحقيقه اللي احنا اشتغلنا بيها او التكتيك اللي احنا اشتغلنا بيه ان احنا مطينا الملعب بشكل كبير جدا جدا جدا، فزودنا كميات الجري اللي ممكن انت تقفل بيها او تبقى بتعمل مثلا في الثلث الهجومي بشكل كويس، تشتغل في الثلث الهجومي بشكل كويس.